السلام عليكم، اليوم بدنا نحكي عن مرض الوسواس القهري. مرض الوسواس القهري من اسمه، عادة المريض ما يجد نفسه مجبر على القيام بسلوك بشكل تكراري، رغم انه يعرف انه هذا ما له حاجه وغير منطقي. مثلا سواء تكرار غسل الايدي لعداء الى حتى احيانا يستغرق عند البعض لساعة او اكثر. يعني تكرار الوضوء لمرات كثيرة. إغلاق مثلا باب السيارة أو باب المنزل مثل المريض يستيقظ من نومه أكثر من مرة يتأكد أنه الباب مغلق رغم أنه متأكد أنه أغلقه أو جرة الغاز فبالتالي هذا يسبب معاناة كبيرة للمريض وممكن يأثر على على حياته يسهل الكثير من وقته طبعا الوسواس هو يأتي على أشكال كثيرة منها وسواس الترتيب أنه الشخص لا يستطيع ان يجلس بمكان اذا كان اذا غيرنا مثل كرسي من محله يعني يشعر باضطراب كبير اذا ما عاد هذا الكرسي الى محله او اذا كانت الامور مصفوفه بشكل منسق جدا يعني شوف انه سيده المنزل تضطرب اذا احد افراد الاسره غير محل شغله من مكان لمكان ما كانوا مرتبين بنفس الطريقه فهذا يستهلك جهد كبير وغالبا مريض الوسواس لانه هو يعرف انه هذا الامر ما منطقي واحيانا يخجل من من المكاشفه او الشكوى او اللجوء للطبيب عاده ما يصابوا باكتئاب قسم كبير 70% عاده يدخلوا باكتئاب المريض عاده عندما يدخل باكتئاب حتى يفكر يراجع الطبيب النفسي طبعا هناك أحيانا أمور مرافقة للوسواس منها خصوصا بالأيدي أو بعض أعضاء الجسد المريض يلجأ للمنظفات القوية لاعتقاده أنه يده ما نظفت فعادة يشوف إيديه كأنها محروقة أو نتيجة إصابتها بأكزمة شديدة آه الوسواس قد يأتي على شكل أفكار أفكار عكس اعتقاد المريض مثل أفكار عن الكفر أفكار عن, عن إيذاء قريب مثلا آه الشخص تجي فكرة أنه ممكن يحمل السكين ويؤذي حدا أو يؤذي نفسه هو طبعا لا ينفذ هذه الفكرة بس إلحاح هذه الفكرة على ذهنه يسبب له توتر شديد أحيانا آه تجنب مثل كل شيء قابل الآلات الحادة لأنه مجرد أنه يرى سكين تبدأ هاي الفكرة تلح على ذهنه فبالتالي هذا يسبب معاناة شديدة للمريض طبعا أنا برجع بطمن الأهل والشخص اللي عنده إصابة بهذا المرض أنه عادة هاي الأفكار هي عكس معتقد المريض والمريض لن يقوم بتنفيذ هذا الفعل بس عدم قدرته على طرد هذه الفكرة من ذهنه تسبب له معاناة شديدة طبعاً للأسف أنه غياب المعلومة عن هذا المرض يخلي المريض يتأخر بطلب المساعدة الطبية. اللجوء للطبيب هو الحل الأمثل لعلاج الوسواس القهري العلاج هو تكون عادة من علاج سلوكي معرفي عن طريق بعض التدريبات وأحيانا نعطي معهم بعض الأدوية اللي هي كافية لتخرج المريض من حالة الكآبة حالة هدر الوقت والمعاناة الشديدة طبعا اللي بيعاني منها المريض والمحيطين بالمريض عادة أحد أفراد الأسرة الذي لديه وسواس النظافه من سيده المنزل هي عاده تسبب ارباك للجميع لانه الكل مو قادر يتصرف براحته بالبيت لانه هي راح تتوتر اذا أحد غير شيء من محله او تعتقد انه تم تلويث هذا المكان نتيجه لمسه احيانا يعني لمس البراد احيانا او غرض بالبراد هو قد يكون دافع انه تعيد غسيل كل المكان وتطهير كل محتويات البرات ففينا تخيل حجم المعاناة اللي ممكن يعاني منها المريض والمحيطين بالمريض فبالتالي اللجوء للمساعدة هو الحل الأمثل حتى ما المريض يدفع ثمن معاناة طويلة هو والمحيطين فيه